ايه اللي عندنا من كل حاجه، نقعد بقى نفرز الناس كلها كده ونقسم كده ونشوف كل واحد حقه ايه. ده المفروض يكون، ده اللي يرضى ربنا وده اللي يخلي الحياه تمشي وده اللي يخلي الامور تتحل. لكن ان انا اقعد اجيب فلوس واروح اجيب حاجات واقعد اتخانق واقعد اقول فلان غلط وفلان صح ونضيع وقت، اسكتوا اسكتوا، عيشوا ودوروا على الصح وحلوه بالوضع اللي يرضي ربنا. حط نفسك مكان كل واحد مظلوم، يا اللي بتظلم او اللي انت واخد حق غيرك، حط نفسك مكانه. ومدى قبولك للوضع ده، مدى قبولك ان انت تبقى شايف ولادك مش عارف تجيب لهم اللي هم عايزينه، في حين ان انت دلوقتي جايب ما لا يحتاجه اي ولد من الاولاد، وبعدين بيوديه في سكة تانية، يعني مش بيجيب المتطلبات والكمالات بس، بيروح يصرف في حرام. وانت لما تيجي تسمع عن فلان راح يعني جايبين لك رقم قياسي في فندق في دبي في عدد زجاجات الخمر، يا خمر ايه الله يخرب بيت كده، فتروح تبص تلاقي الواحد مريح اوروبا بقى عشان يشرب الخمر والنساء والعربدة والفسق والفجور، بقاله مفلوس كتير. لو انت معكش ده كنت هتتلم وتتهد وتقعد، ما هو ده وداك لده. لو انت بقى وانت بلاش الحرام ده وخلي الزياده ديت تروح للي هيعيش بيها ياكل بيها عيش. لكن هؤلاء لا يعون، يعني ايه ياكل عيش؟ زي اللي قالوا الناس مش لاقيه تاكل عيش قالوا ياكلوا بسكويت. يعني هو فاكر ان المساله في صنف العيش اللي هو الخبز ده اللي هو بيتغمس بيه، يعني ان كان ده مش متوفر اللي ما يتوفر هذا الخبز فياكلوا حاجه بديله. يا بني ادم لا، ده الفكره ان مفيش حاجه يشتري بيها ده، وده ارخص من البسكوت يا اللي ما تفهمش. فالمساله صعبه، هذه عقول مقلوبه واصبحت ليست عاقله اصلا بسبب التخمه اللي هم عايشينها من الحرام اللي بيعيشوه والعياذ بالله. ربنا طمس على عقولهم وعلى قلوبهم، ربنا يعافينا ويسترنا يا رب.